طيب نرجع بقى، ان انا كنت وقفت مع حضرتك عند تفصيله بتاعت بيرسي تاو بصفه خاصه، وكنت حضرتك بتقول ان برضو التالق اللي كان فيه يعني كل لعيبه الحقيقه بيبعت رسائل متعدده لجهات متعدده، بس انا عايز اعرف الرسائل الداخليه، هل تالق حد زي بيرسي تاو وخصوصا ان هو لاعب متميز في اكتر من مركز، التالق ده مش من شانه برضو ان هو يسخن الباقي؟ دي اهم حاجه، دي من اهم المكاسب. زي بقول لك دايما اللي بيرتقي بالمستوى هي المنافسه، المنافسه بين اللعيبه طبعا. انت شايف الماتش اللي فات مين اللي قاعد على الدكه؟ محمد شريف طبعا. كهربا، حسين الشحات، اسماء كنا يعني لما بيحصل لهم حاجه بنبقى قلقانين ازاي ده مش موجود في التشكيل بكره. انما النهارده حتى ما بنتكلم دلوقتي على الغيابات تحس ان احنا مش يعني عادي يعني ماشي يعني ما وقفناش عليها قوي. يعني ديانج قبل كده اما كان بيتصاب ان احنا بنتجنن، لا دلوقتي في البديل